هنادي في المغارات والفضيله. اليوم رانا في واد سيدي خليل او واد حمام او واد كبير. المهم الاسماء مهما تعددت، احنا بالنسبه لنا معروف بمكان تسلق سيت نيميرو 5 رقم 5. تبعوني تشوفوا مليح. اليوم بدينا بربي ان شاء الله نفتحوا على ديسك على طلع عيش لك اضربه. يا با كيف قلتكم اليوم رانا في موقع رقم 5 للتسلق بمنطقة تحسن الفناء. اغوش سيت عنده موقع عنده 3 سنوات من اللي حيدناه. اليوم زلنا جينا جددناه. بربي ان شاء الله راح يكون مكان للتدريب ما شاء الله. السكان خاصة اللي يحب الرياضة كما قالها جميع الناس اللي يمارسوا الرياضة الجبلية. لا بريس عندك لا غوش احكي بها بلا ضربات. والله شوف كل الناس لازم يوصلوا.